كنا في الصلاة وعندما انتهينا منها دخل انتحاريان وفجرا نفسيهما داخل المسجد. ذهبنا لأداء الصلاة وشاهدنا الانفجار، لقد قتل وجرح الكثير. لم أرى الانتحارية ولكنني رأيت الكثير من الشهداء والجرحى. أريد الأمن والسكون. ظننا بقدوم طالبان سنحظى بالأمن، ولكن ذلك لم يحدث. وصل إلى المستشفى أكثر من 60 قتيلا وجريحا، حوالي 30 منهم حالتهم حرجة، فيما تراوحت حالة الباقين بين المتوسطة والطفيفة. كنا في صلاة الجمعة وبعدها سمعنا انفجارا كبير، رأينا كثيرا من الجرحى والشهداء، كثير منهم من الشباب. ضحميات فاتوا مرضات ودوازيات منهم.